Stanna! يا ابويا صباح الخير. ايه ده يا جدعان؟ ومفيش حد بيراقب عليا مثلا، يعني انا عشان لسه طالع من السجن ومفتحين الباب كمان؟ لا لا، بص، سلام سلام، ده حاطين لي كمان اسمي، يعني مدلعيني قوي، يعني في السجن كمان. يعني الواحد نفسه يتسجن في العالم دي عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودلوقتي هكمل لعبة روبلوكس في ماد سيتي، وطبعا اللعبة اتعملها تحديث بقى، بيقول لك شابتر 2 وكده بقى، فمكان اتغير وكله كده. فبس قبل ما نبتدي، ما تنساش تعمل لايك في القناة، ويلا بينا نبتدي بقى ونشوف هنهرب ازاي بقى في الليلة السودا دي. اهلا اهلا، انا بريء، انا لسه، انتوا انت ايه ده؟ انا بريء، انا لسه طالع من السجن كده عادي، يعني انتوا فاتحين لي الباب، فاظن انك انتوا بتتحايلوا عليا ان انا اهرب بقى، فاعمل لكم ايه؟ وهنا طبعا هو موريني بقى المكان ما المفروض اروح هنا، بس يعني فيش جي بي اس ولا اي حاجه كده تظبط لي الدنيا. يعني هو اللعبه قطع من تحديث كل حاجه زي الفل يعني، وقشطه والصح الصح وكده، بس يعني زي يعني كملوا جميلكم يعني، وحطوا جي بي اس يعني تخلي الدنيا احلى. وهنا بقى المفروض اللي هو بتاع البرج المراقبه ده، اللي هو المفروض يعني يكون في شرطه هناك بتراقب، بس انا عارف الشرطه كساله كده وهيقعدوا بس ياكلونا بس شويه دونات كده وهم قاعدين كده مرنخين وبكرشهم ده. بصوا اراهنكم دلوقتي اهو، بصوا هطلع كده ويطلع عين، فانا هطلع كده، بصوا مش هتلاقوا حد فيه موجود. بصوا قلت لكم انه في وزارة. ده بيعمل ايه؟ مش هدوس عليه؟ طب افتح الكاميرا، طب اي حاجه، طب ده ايه ده؟ وليه الكرسي ده عليها هيلز؟ ما علينا، لا مش هضيع وقتي انا في الحاجات التافهه دي. ايه ده؟ لا صايعه، لا روبلوكس صايعه والله. بيعيد لك بقى ستاربكس بقى على اساس الكوبي رايت بقى وكده. احنا كنا عايزين نهرب، احنا تشوش احنا تشوشنا اتشتتنا، هي دي. والبتاع دلوقتي بتاعت كشف الاجهزه والحاجات دي، كشف دلوقتي ان انا معايا حاجه معدن اللي هو ده، مش عارف معايا شكوش بس يا عم. ايه بشتغل؟ طب ما ينفعش اشتغل. طب يعني كنت هدق لكم شويه مسامير كده يعني على شوف بس معاك ايه. انا كان معايا شاكوش كده يا عمي، يا عم بطل تبص وراك والنبي بقى، بص لي انا. انا كان معايا شاكوش عادي يعني زي اي حد. افرض لو كنت نجار مثلا ولا حاجه، ما هو مش اللي انا لابسه ده برضه زي اللي لسه شغالين في السجن. ادينا عملت شاكوش تاني، وانا دلوقتي مش هطلعه من ايدي بقى عشان ما كده ما يجوش بقى يقولوا لي انت معاك شاكوش وشعرك منكوش وابو الترابوش. انا بريء. يا لهوي. بهزر. يا اسطى هدي. بص صل على النبي كده، بص صل على النبي، صل على النبي. اهدى. هديك بوكسات كده. يلا يا خرابي. اثنين على واحد، مش رجوله والله. رجلي. يا عم بقى ماشي، ظاهر ان احنا هنعاني قوي في الحته دي. يا عم خلاص موت، انت شفت غبية قوي. بقول لكم ظاهر ان احنا هنعاني قوي يعني في الحته دي كده، فلما اهرب بقى ولا اي طريقه اهرب بيها بقى برجع لكم بقى. 1 hour later. بودي انط من فوق السور، مش لاقي طريقه مثلا. اي يا ابن اللذيكه. لا استنى، لا لازم اعمل زيه. استنى عليا بس 5 دقايق كده او 5 ساعات يعني. وراكوا حاجه تشربوا شاي اي حاجه؟ ماشي، اصل احنا مطولين بس. اوبا، ايوه بقى. اوي ايه المكان ده يا جدعان؟ تلوث بيئي يا عم، تلوث بيئي، ما ينفعش كده. ايه يا جدعان، حرائق الغابات. وانا رحت فين؟ هو ايه المكان اللي انا رحته ده؟ ده كريستي سيتي ده ولا ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وايه البتاع الفوقية دي كمان؟ كنت مقر الفيلنز ولا حاجة؟ يا الله انا حاجة ايه؟ لا ده معايا حبيبي. اهم حاجة انه ما خبطنيش. هو ايه ده؟ اوه اغاني، لا شكرا مش عايز اشغل اغاني، انا مكتفي بالاغاني اللي انا بشغلها عندي. انا مش ناقص انا كمان كوبي رايت، انا عايز اسرق. انا بيجري في دمي كده ان انا ما اقدرش كده اسكت لما الاقي منظر زي ده كده، ما اقدرش اسكت. صباح الفل. اوه الكبوت. لا ابانك حبيبي، كنت فين؟ ايه ده؟ المغزى نجم، اسف. ابانك مالي؟ مش عارف مالي قد ايه، ما شفتكش وانا رايح لك كده شلوطي ملوطي عادي يعني، معيش اسلحه ولا حاجه. ممكن اكتفي بالفلوس اللي في الاي تي ام يعني. يا خدت 600 من الاي تي ام، حلو قوي والله. ما انا قايل لا قشطه كده، اكتفي بكده ولا لا؟ لازم اسرق. لا مش محتاجين غباء دلوقتي. مش محتاجين غباء. قط ايه ده؟ تعفل والله. اهم حاجه ان انا ما اتقفشتش، ولا تقريبا هتقفش دلوقتي. اوكي، اركب روح المقر الاشرار اهو. لقيت المقر،
اوي ايه يا اسطى، مش كنت لسه بقول انه كويس ما خبطتش فيا؟ يبقى اتعلموا السواقه الاول بعدين بعدين بسوقه. مش قوم ايه ايه ده، واو كسرت الحيطه. طبعا كسرت الحيطه، انتوا متفاجئين ليه يعني؟ يعني المكان ده حبيبي، ده المكان ده عمري، ده حياتي وقلبي وروحي وكل حته في جسم قلبي. ايه اللي انا بقوله ده؟ استغفر الله العظيم، ديسكو، اعوذ بالله اعوذ بالله. وايه ده كمان؟ ايه المكان ده؟ قد هنا اللي بيقعد فيه اللي استغفر الله العظيم، وهنا برضه بيقعد اللي استغفر الله العظيم. خد البصل خد البصل خد البصل، افتحوا لي، افتحوا الباب، افتحوا الباب بدل ما افتحه بالقوه. افتح باب، ايوه كده. انا دي دو دي دو دي دو دي دو دي دو. ايه ده؟ استنى 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 استنى، مش هو ده الطبق اللي انا عايزه؟ انا متاكد ان انا هموت هنا، بس انا مش عايز اجازف. انا افتح الباب. وايه ده كمان؟ وايه ده كمان؟ ايوه كده. هو ده انا عايزه؟ مش هو ده يا عم؟ انت نزلتني تحت تاني، طلعني فوق، طلعني فوق بلا بزرق. ايه ايه المسخره اللي بتحصل دي؟ اوه ولا 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 هات يا سلام يا لهوي يا خرابي يا لهوي. ولا اتلم اتلم، خد خد خد، موت يلا موت، يا موت يا كافر يا كنت لسه من يا عم. خلاص خلاص خلاص، انت مش هتقبط عليا بقى، بتهزقني ليه بس؟ بتهزقني عايزني ارقص يعني يا عم؟ والله والله خلاص، غيروا لي السجن بتاعي. لا انا كنت مرتاح في السجن اللي كان تحت. واحد بقى عشان يعرف بقى ينشف لهم بقى كده، يعرف يجهز لشويه الشرطه دول وشويه الهيروز دول، لازم 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 يعمل رياضه. بصوا يعني، الله عاش عاش عاش. اصل ايوه يا عم، كمل كمل 10 يا عم بقى يا عم، انت كسول قوي. وايه ايه السجن المليان كله معادن كده، فيه ايه؟ انتوا اكلكم صحي قوي، كله معادن، فهم؟ ها؟ عشان معادن صحي، اكل معادن، فهمت؟ حبسك حبسك، بس 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 بس. ايه الطوبة؟ اخبط على نفوخ حد ان شاء الله كده. غالبا هو نفوخ الشرطة أو الهيروز. لقيته ولاعة. أها أنا عرفت الولاعة دي هستخدمها فين. هو في هليكوبتر. هيروي. ربنا يكون شافني، ربنا يكون شافني، ربنا يكون شافني، ربنا يكون شافني. شافني؟ نايس. طلع غبي. ده المكان بتاع الهيروز. اوه يا كان متغير قوي، بدل ما كان برج كده ممكن اي حد يتسلق عليها. اطلع من هناك احسن ما لازم اطلع من جواك. اوكي ده ما طلعش عامل زي جي تي اي. كنت بقى احلى لو اعرف اثبته هو يديني الفلوس معايا يعني بالذوق كده، بدل ما انا اتعب نفسي. لا لا لا، ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا، سوق سوق عدل. ممكن تسبشت من الناس اللي مش عارفه تسوق. اوكي انا يا ابوي يا ابوي يا ولدك، حتى الهيروز مش هتقني، حتى في الطيران مش هتقني، حتى في اليافطات مش هتقني. اي طياره، قشطه قشطه قشطه، ما عنديش، مش هقول لا. استنى يا طياره، استنى يا ايه ده؟ ده جديد. استنى يا طياره، ماشي. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اتاك سي 4 فور سبوتس اوف وينجز، معيش سي 4. خد موت يلا، موت يلا كافر يلا. اوه يا قتلته. ها عرفت تسرق البتاع ولا لا؟ ولا لازم ادمر البتاع دي يعني؟ ولا ايه؟ مش فاهم انا. طب انا هعمل ايه طيب يا اسطى؟ ما تساعدني يا طب، اي حاجه طب، اي حاجه لله. اعمل لك ايه يعني؟ بتضربني ليه؟ اطلع لك ازاي ان شاء الله؟ انت مش انت لو وقعت الهليكوبتر بتاعي؟ استحمل بقى المعاناه اللي هتحصل لي دي. الهليكوبتر مسكين، مين اللي مين الوحش اللي وقعك كده؟ انا حوريه دلوقتي. فين ام الطياره؟ يا عم نازل نازل اهو، مش عارف طولها. هوبا يس اهو، وقعت الهليكوبتر. عايز تقول ايه بقى؟ ايه ده انت حطيت ده؟ حطها دي بتعمل، لازم احطها من فوق. طب اوكي متشكل متشكل يا سيدي. اوكي ده دلوقتي كولكت ماني بانك بانك. ايه ايه ايه، استنى 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 استنى. اوي لازم اغطس تحت الميه عشان اجمع الفلوس يعني. لازم تهزقونا، لازم تتعبونا كده. اخش ازاي؟ ده مش منطقي خالص. ازاي 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 رشا ازاي مسدس مش بيشتغل جوه الميه؟ شيش اعمل ايه؟ صح، شكرا شكرا شكرا، ربنا يخليك.
اه فهمت والله. لا 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 ده محترم الصراحة يعني، ساعدني اوي شكرا. 2 كيلو، 3 كيلو يا عمري. لا 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 مش عايز مش عايز مش عايز مش عايز، لا 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 مش هموت كده، لا 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 هدي هدي. واديني جمعت كله. اهلا حبايبي، والله انتوا ناس محترمة، والله العظيم انتوا ناس محترمة، انتوا ناس زي القشطة بس كده. السرقة الكاملة. الله 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 الله، بس بصراحة انا مش بعتش، عايز اخد تاني. انا كده انا مفجوع، انا مفجوع. استاهل استاهل، حرمت حرمت حرمت. اوكي يلا نروح عند السي دي ده. يا اسطى يا اسطى ما تزقش يا اسطى يا اسطى، احنا مش في سباق يا اسطى، اتلم يا اسطى. يلا بقى بلا بقى بلا بلا هبل بقى، ما تجيش بقى على الاساسير كده. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. اعتقد هو ده، بس انا مش متاكد، انا خايف مش عارف هو ايه ده كله ده. انا اعمل كل ده ازاي ان شاء الله؟ اعمل كل ده ازاي؟ انا اخش ازاي؟ استنى كده احسبها. انا خايف بعد كل ده في الاخر اتسوح يعني، حاسس ان ممكن في الاخر ده في الاخر ما يطلعش هو ده الطريق. انا هروح اعمل ايه؟ ايوه 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 انا انا عارف انا عارف انا عارف اني هتسوح، والله انا عارف انا عارف، مش محتاج تقولوا لي، انا عارف انا عارف، بس انا برضو مش بعتش. انا كده انا كده انا مفجوع. الهرم فتح، الهرم فتح اللي هو اللي انا اصلا في الشابتر الاولاني في التحديث القديم انا ما عرفتش اصلا اسرقه ولا مره، ودلوقتي هعرف اسرقه كده. الله اعلم، يمكن النظريه العكسيه النسبيه العكسيه المعقديه يمكن تشتغل. ما حدش قال لي ان انا قلت ده عشان انا مش عارف اصلا انا قلت ايه. ليتر. ده عادي وانا وقعت كده فخ. طب قول لي يعني دي يمكن ان شاء الله عشان ابطل يعني اسرق حاجه. البنك ده هسرقه يعني هسرقه. ماشي، يظهر فعلا ان هو عايز يقول لي الاشاره اللي هو ان انا اتلم شويه واتوب، بس انا عادي. انا لا خلاص خلاص، انا كفايه عليا كده. انا عارف، انا حاسس ان انا لو كملت على كده فممكن ما اتقفش في الاخر من الشرطه ويعملوا مني كفته مشويه كده على السيخ شاورما. ما حدش سألني اللي انا قلت ده عشان اصلا انا مش عارف انا كمان انا قلت ايه. وبس شباب، محمد في حدنا، لايك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه، وتقولي تحت التعليقات عايزين نلعب ايه تاني في ماب روبلوكس او اي لعبه تانيه. وبس كما كنت طالب حدا، مع السلامه.